واجدين يلا نبداو اليوم. غادي نشوفوا واحد الشابيتر اللي جديد واللي زوين في الخدمه ديالو والنقاط ديالو مضمون ان شاء الله، اللي هو لي زيكواسيون ديفرونسييل. شابيتر سميتو لي زيكواسيون ديفرونسييل، وفيه لي زيكواسيون ديفرونسييل دو بروميير اوردر وفيه لي زيكواسيون ديفرونسييل دو سيكوند اوردر. تفهمنا واحد القضيه هو انه ملي حنايا في هذا الفيديو هذا غنشوفوا غير لي زيكواسيون ديال دو بروميير اوردر ياك، وغنشوفوا لي زيكزيرسيس ديالهم، ومن بعدهم غنشوفوا لي زيكواسيون دو سيكوند اوردر باش هذاك الشيء يولي يبقى مقاد وتعرفوا تفرقوا بين وحده وحده. تفهمنا ما نديروش كل شيء في فيديو واحد باش تعرفوا المشاكل ديال كل وحده فين تقدروا ما تفهموش نتوما. تفهمنا يعني قلنا حنا غنديروا في هذا الفيديو هذا نديروا لي زيكواسيون ديفيرونسييل دو بروميير اوردر عندنا دي بروميير اوردر هكاك لي زيكواسيون ديفيرونسييل دو بروميير اوردر. كيفاش تكتبوا لنا هاد لي زيكواسيون ديفيرونسييل دو بروميير اوردر؟ تي تحطوا لك في التمارين تلك مثلا تكون عندك مثلا ا دو اكس فوا اي بريم بلس بي دو اكس مثلا فوا اي بلس سي دو اكس لا كتساوي لنا سي دو اكس تلك ركز معايا مزيان. انت شوف تلك هاد ا دو اكس و بي دو اكس و سي دو اكس يعطوك واحد الانترفال، هما تيعطوك مثلا واحد الانترفال تيقولك سيغ اي مثلا سيغ اي مثلا ديفيني سيغ اي ولا شي حاجه هكا. تلك ملي تيعطوك هاد الانترفال يعني هاديك ا دو اكس و بي دو اكس و سي دو اكس سون كونتينيو سيغ دي اي، يعني انك تقدر تلقاهم باللي هما فيهم مشاكل ولكن ماشي في النقط اللي كاينين في اي. يعني هو تيعطيك واحد الانترفال اللي تقدر تخدم عليه وانت مرتاح. فهمنا يعني شنو نقولو؟ نقولو باللي ا دو اكس بي دو اكس اي سي دو اكس sont continu sur i. باش نكونوا فاهمين وباش تفهمني انت علاش كنهضر غنحاول نعطيك واحد المثال ديال ايكواسيون ديفيرونسييل غير على الجنب باش تعرف علاش كنهضر. ها انت مثلا كتعطالك مثلا نعطيك اي بريم بلس 2x فوا اي ايغال مثلا x. تالك دابا شنو هو سي دو اكس؟ هو اكس. وشنو هو بي دو اكس؟ هو 2x. وشنو هو ا دو اكس؟ راه هو ان. يعني شنو اننا شنو نسنجو؟ نسنجو باللي هاد ا دو اكس وبي دو اكس وسي دو اكس راه ماشي بالضروري يكونوا دو اعداد اللي فيهم هاد الفاريابل اللي هو اكس مثلا في هاد الحاله انا حاط لكم. تفهمنا راه يقدر مثلا تلقاه باللي هو عدد، المهم هو راه فونكسيون. تفهمنا راه بحال راه عدد هو اصلا راه هو بولينوم دوغ زيرو. تفهمنا يعني انك تقدر تلقاه بولينوم، تقدر تلقاه فونكسيون مثلا تلقاه الالين ولا شي حاجه بحال هكا، ولا تلقاه مثلا كيما قلت لك كونستون. تفهمنا يعني مثلا هذا هو مثال واحد ديال ليكواسيون ديفيرونسيال، واللي خصك تركز معايا فيه مزيان هو انه هاد سي دو اكس، هاد سي دو اكس شنو كيتسمى لنا؟ هاد سي دو اكس كيتسمى لنا لو سكوند مومبر، لو سكوند مومبر، واللي غيلعب لنا واحد الدور كبير في هاد لي زيكواسيون ديفيرونسيال هكاك. لو سكوند مومبر لو سكوند مومبر يعني كيما قلت لك بلي هاد سي دو اكس غيلعب لنا واحد الدور كبير في هاد لي زيكواسيون ديفيرونسيال. انت شوف بخلاصه كيفاش كتخدم انت في هاد ليكواسيون ديفيرونسيال وشنو اللي تيكون مطلوب منك. تيجي عندك مثلا تيعطيك واحد ليكواسيون ديفيرونسيال تيقول لك ريزودر هاد ليكواسيون هادي. يعني انت شنو مطلوب منك؟ مطلوب منك انك تجبد لي واحد الحل ياك، تجبد لي واحد سوليوشن اللي هي اي اللي لا عوضتي لا حسبتي لها البريم ديالها وضربتيها في ا دو اكس بلس هذيك الحل اللي لقيتي فوا بي دو اكس غتلقى هاد سي دو اكس. يعني بحال كتلقى واحد سوليوشن كتحقق لك هاد الشروط. فهمنا يعني انك الا درتي هاد البرودوي هذا ودرتي هاد لاصوم هادي غتلقى هاديك سي دو اكس. فهمنا هكاك يعني اننا خصنا نلقاو هاديك السوليسيون، هذا هو الهدف منا حنا من هاد لي زيكزيرسيس ديال لي زيكواسيون ديفيرونسيال. كيفاش نلقاو هاديك السوليسيون ولا كيفاش كنخدمو هاد لي زيكواسيون؟ اول حاجه شنو؟ اول حاجه غنحاولوا نقسموا الحالات كيفاش يقدروا يجيو تجي عندنا هذيك ليكواسيون. انت هاد ليكواسيون هادي يقدروا نخرجوا منها جوج حالات، هو انه الحاله مثلا اللي كانت عندنا بي دو اكس كتساوي الزيرو. انت ايماجيني هاد بي دو اكس تكون كتساوي الزيرو، انت بي دو اكس كتساوي الزيرو يعني هاد ايكغيك حتى هي غاتجي لنا، غتبقى لنا ا دو اكس فوا ايكغيك بريم كتساوي لنا سي دو اكس. يعني ايكغيك بريم شحال كتساوي؟ كتساوي ايكغيك بريم كتساوي لنا سي دو اكس مقسومه لنا على ا دو اكس، نقسموا كلشي على ا دو اكس، تولي لنا ايكغيك بريم كتساوي لنا سي دو اكس سيغ ا دو اكس. انا هادشي كله نكتبو غير ركز معايا وصافي. انت عندنا تولي عندنا ايكغيك بريم كتساوي لنا سي دو اكس سيغ ا دو اكس، يعني ايكغيك شحال تساوي؟ تساوي الانتيغرال ديال ايكغيك بريم، يعني كتساوي لنا الانتيغرال ديال سي دو اكس سيغ ا دو اكس، وانت لقيتي السوليسيون ديالك. غير هو اتونسيون ما تنساش الكونستون، المهم هادشي نعاود نركز عليه، نكتبو نعاود نركز عليه. انت سي الحالة الأولى، انت سي الحالة الأولى، نديرو الحالة الأولى مثلا كانت عندك كما قلت لك الحاله الاولى اللي هي غيكون عندك سي بي دو اكس كتساوي لنا الزيرو. شنو يولي عندنا؟ كيفاش تولي عندك ليكواسيون ديالك؟ مثلا غنسمي هاد ليكواسيون انا مثلا او، نسمي هاد ليكواسيون او. يعني او كيفاش غتولي تكتب؟ غتولي تكتب لنا على شكل ا دو اكس فوا ايغ بريم كتساوي لنا سي دو اكس.
هاد هادشي كامل غيمشي لنا بي دو اكس دي كتساوي الزيرو، يعني نضرب الزيرو في واي كراي غتمشي لنا هادشي كامل، يعني تبقى لنا غير هادشي كيساوي لنا سي دو اكس. يعني انه شنو عندنا هادشي كيف ان بلي شنو بلي اي بريم شحال كتساوي لنا سي دو اكس سيغ ا دو اكس، يعني اي شحال تساوي لنا اي انت غندير هنايا الانتيغرال وهنا نديرو الانتيغرال، يعني هنايا ما عندناش لي بون اتونسيون، يعني اي شحال تساوي لنا اي تساوي لنا الانتيغرال ديال هادشي ياك الانتيغرال ديال سي دو اكس مثلا حنا نسميو مثلا شي فونكسيون مثلا نسميو مثلا نسميو جي دو اكس، جي دو اكس تالكو جي دو اكس هي الانتيغرال ديال هاد الفونكسيون، يعطيك واحد الفونكسيون اللي فيها الفاريابل اللي هو اكس بلس واحد الكونستون كيما قلت لك الكونستون ديال الانتيغراسيون، خصك ما تنساش لي هاد الكونستون ضروري، هاد جي دو اكس هو هذيك الفونكسيون اللي تعطيك هاد الانتيغرال بلس هاد الكونستون دانتيغراسيون، حيت ما عندكش انت هنايا لي بون تفهمنا، وديما ما تيكونوش عندك لي بون حيت انت اصلا انت اللي كتدخل هذيك الانتيغرال ماشي هو اللي كيعطي لك. واتونسيون هما اصلا قراوكم الشابيتر الاولى والشابيتر الثانيه، مازال الشابيتر الثانيه ما غاتحتاجش هنايا حيت عندك انت الشابيتر الثانيه هي لي زيكواسيون لي زانتيغرال جينيراليزي ولا لي زانتيغرال امبروبر، يعني تيكون عندك مشاكل في لي بون وانت هنا اصلا ما عندكش لي بون، يعني اصلا ما غاديش تخدم بالشابيتر الثانيه اللي غنخدموا بها بزاف هي الشابيتر الاولى لي زانتيغرال سامبل اللي فيها لي ميثود كيفاش نخدموا بزاف ديال الانواع ديال لي زانتيغرال لا ما كانوش كاملين، يعني انك اي انتغرال تحط لك دابا خصك تعرف كيفاش تخدمه تفهمنا، يعني انك تخدم هذوك لي ميثود اللي تعلمتي في الشابيتر الاولى وغادي تعرف كيفاش تجاوب على هاد الاسئله هادشي اللي كاين تفهمنا. هكاك يعني الا كانت عندنا بي دو اكس كتساوي لنا الزيرو غيكون عندنا هذه الحاله سي، دابا الحاله الثانيه الا ما كانش عندنا بي دو اكس كتساوي الزيرو فاش غنكونوا كيفاش غنكونوا، انت سي كانت عندنا الحاله الثانيه دابا الا كان عندنا بي سي بي دو اكس كتخالفنا الزيرو شنو غيولي عندنا هكاك، قبل ما نديرو سي بي دو اكس كتساوي تخالفنا الزيرو، دابا الا كانت عندنا مثلا ا دو اكس كتساوي الزيرو وخا الحاله ما تلقاهاش غير باش تحيدها من بالك باش ما تسولش راسك هذا السؤال هذا فهمنا، باش تحيدو من بالك انت الا كانت عندنا ا دو اكس كتساوي الزيرو يعني غتكون عندنا بي دو اكس فوا اي كاع كتساوي لنا سي دو اكس، يعني هاد التيرم هذا يمشي لنا يولي لنا بي دو اكس فوا اي كتساوي لنا سي دو اكس، يعني اي شنو هو اللي الايغريك اللي هو الحل اللي انت اصلا بحال اللي غتلقى الحل نيشان وحال اللي ما يمكنش لي يعطي لك البروف، يعني ايغريك شحال تساوي لنا تساوي لنا سي دو اكس يو بي دو اكس وغتقول لي هذه هي الحل، المهم لا تحط لك ولا شي حاجه بغى يسولك البروف بغى يدير لك شي بغى يدير لك كيسيون دكور ولا شي حاجه هكا باش يفهمك زعما باش يعرفك زعما شنو كدير ولا غير خدام وصافي. يعني دابا قلنا سي بي دو اكس الحاله الثانيه اللي تقدر تحط لك في تمارين سي بي دو اكس تخالف من الزيرو شنو غيكون عندك هذيك الساعه، يكون عندك باللي ا دو اكس E ديالك ليكواسيون ديال كاش كون مكتوبه ا دو اكس فوا اي بريم بلس بي دو اكس فوا اي كتساوي لنا سي دو اكس هكاك. انت كتجي عنده انت ملي تتوصل انت تلقى راسك في هذه الحاله شنو اول حاجه كدير اول ايطاب كدير، وديما واخا يكون ما مطلوباش منك هي بعض المرات هذه اللعيبه اللي كنديرو بعض المرات كتحط في السؤال الاول حتى تخدمها تتجي، انت مثلا تحط هذاك في السؤال الاول غدير هذه ليطاب والسؤال الثاني غتلقى باللي خصك تلقى السوليسيون ديال هذه عاد تخدم، المهم انت تفهم علاش كنهضر تحطات لك نيشان قال لك غيزود غاد ليكواسيون غدير نفس الطريقه اللي غندير وما كاينش شي طريقه واحده اخرى تفهم هكاك. شنو غتقول لي؟ غتقول لي اون كونسيدير ليكواسيون انت ما نقول سميتها تنكتبها بعدا انت ليكواسيون ا دو اكس فوا ايغريك بريم بلس بي دو اكس فوا ايغريك كتساوي لنا زيرو، يعني بحال هاد سي دو اكس حيدتها وعوضتي بلاصتها بالزيرو تفهمنا هكاك. يعني شنو كتسم مقارنه مع هاد ليكواسيون وهاد ليكواسيون شنو قلنا كاين باللي هنايا كاين الزيرو وهنا كانت سي دو اكس، يعني هاد ليكواسيون هادي كتسمى ليكواسيون اوموجين ديال او، يعني غنسمي هنا نقول لك اون كونسيدير ليكواسيون اوموجين دو او، بغيت نعاود نكتبها مابقاش نعاود نكتب هاد ليكواسيون كامله علاش سميتها او فيما تشوفني درت او عرف بحال اللي راه بحال اللي قلت لي هاد ليكواسيون هادي كامله تفهمنا. كاين اللي يقول لي دابا بعض المرات اصلا هنا في هاد سي دو اكس من الاول تقدر تكون عندنا كتساوي الزيرو كيفاش غنديرو؟ يعني غدير غير هاد السوليسيون هادي اللي غندير هنايا وغتحبس ما غاتكملش داكشي اللي غندير من مورا تفهمنا، بحال اللي غتلقى السوليسيون غير ديال هاد ليكواسيون هادي وصافي تفهمنا هكاك. يعني شنو غتقول لي دابا نتايا اون كونسيدير ليكواسيون اوموجين ديال او حطيتي لي هادي دابا انت غاتمشي تحل هاد ليكواسيون هادي غنلقى واحد السوليسيون هاديك السوليسيون كتسمى السوليسيون اوموجين ديال هاد ليكواسيون هادي، ملي غادي تلقى السوليسيون اوموجين غنمشيو نديرو عليها واحد التغيير بسيط باش نمشيو نلقاو هاد السوليسيون هادي، هادو هما لي زيتاب اللي كندوزو منهم باش نلقاو السوليسيون ديال هاد ليكواسيون تفهمنا هكاك. دابا انت لقيتي انت حطيتي لي هاد ليكواسيون هادي شنو هي المرحله اللي من مور هادي شنو خصنا نديرو؟
هانت سهله، حنا كنقلبوا على ايكغاك، يعني هاد لي زيكغاك هادو خصهم يبقاو هنا. طبيعه الحال ما يمكنش لهم يبقاو هما بجوجهم في نفس السطر، شنو غنديروا؟ نمشيو نديروا ندير نخدموهم شويه، غنديروا هادشي كيكاف ان بلي شنو غنديو ايكغاك هنايا، غنديو هاد زعما التيرم هذا كامل نديو هنا باش في الاخر نقسموا كل شيء ونخليو غير ايكغاك بريمو ايكغاك هنا، وهذوك لي فونكسيون ديالنا غيمشيو من الجهه الاخرى. انت تفهمني علاش شنو قلت؟ انت عندنا ا دو اكس فوا ايكغاك بريم، هذه خليناها في بلاصه، هذه غنديو هنا غتولي لنا بحال بالموا، غتولي عندنا بالموا بحال غنقلبوا على الاشاره، يعني غتولي عندنا موا بي دو اكس فوا ايغريك. اتونسيون واحد القضيه، بعض المرات تقدر مثلا هاد بي دو اكس في الداخل ديالها تكون موا، انا ملي تنقول لك تولي موا بي دو اكس يعني كتاخذها بالاشاره ديالها وكتضربها في الموا. مثلا كانت عندك مثلا انت ليكواسيون ديالك مكتوبه لك على شكل ايغريك بريم موا مثلا مثلا موا ليكسبونونسيال ديال اكس فوا ايغريك. اوكي، يعني ملي غادي دير هاد التيرم هذا كامل هنايا شنو غيولي عندك؟ يولي عندك اي يولي عندك اي غاك بريم كيساوي لك ليكسبونونسيال ديال اف واي غاك، ليكسبونونسيال ديال اكس واي غاك. فهمنا؟ يعني انا كتعامل مع الحاله ديالك، كما قلت لك هذيك بي دو اكس كامله غتضربها في الموانئ ملي غادي هنا، فهمنا؟ غتقلب على الاشاره، كانت موان غتولي بلوس، كانت بلوس غتولي موان. المهم انت غتعرف كيفاش تتصرف. يعني دابا شنو حنا بغينا نخليو غير هاد اي غاك بريم هنايا شنو غنديرو؟ غنديرو هادشي كي كيبان لنا بلي اي غاك بريم شحال كتساوي لنا؟ كتساوي لنا بي دو اكس سيغ ا دو اكس، ولكن ما تنساش هاد الموان فوا ايغريك، يعني ايغريك بريم. انت دابا حنايا باقي عندنا ايغريك، يعني باقي عندنا مشكل هنايا، باقي عندنا واحد المشكل، حيت هنايا خصنا نخليو غير ايغريك في فهاد سميتو فهاد الاتجاه هذا، فهاد البلاصه هذه، باش ملي نديرو الانتيغرال نخرجو ايغريك شحال يساوي. ولكن الا خلينا ايغريك هنايا ودرنا الانتيغرال، راه يولي عندنا واحد فونكسيون وحده اخرى بدلاله ايغريك هنايا، حنا خصنا نخرجو غير ايغريك واحد، غير سوليسيون وحده. يعني هادشي شحال كيساوي لنا؟ انت غنقسمو كلشي على ايغريك، يعني غيولي عندنا ايغريك بريم سيغ ايغريك كتساوي لنا موان بي دو اكس سيغ ا دو اكس. انت غنديرو الانتيغرال هنايا وغنديرو الانتيغرال هنا، يعني انت شوف الانتيغرال ديال ايغريك بريم سيغ ايغريك بحال عندنا المقام والديريفي ديالو في البسط، يعني شنو هي البريميتيف ديال هاد الداله هادي؟ هي الالان ديال داكشي اللي في المقام، ولكن حنا ما عارفينش هذيك السوليسيون واش تكون نيجاتيف ولا تكون بوزيتيف، هادشي علاش غنديرو لا فالور ابسولي. فهمنا؟ يعني غنديرو الالان ديال لا فالور ابسولي ديال ايغريك. هادي ما عندناش نديروها، يعني هادشي كيساوي لنا انت هادي غنخرج الموه وغندير الانتيغرال ديال بي دو اكس سيغ ا دو اكس. هكاك هادي مثلا انت غنخليو الموه كيساوي لنا الموه، انت مثلا هاد الانتيغرال هذا نسميو اتش دو اكس كبيره، حيت بحال اللي غتعطينا واحد الداله اصليه غنديرو اتش دو اكس كبيره، ولكن راه ملي غنديرو الانتيغرال بلا 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 دي بون، يعني غنديرو هنايا ضروري خصنا نزيدو كونستونت، نزيدو كونستونت دانتيغراسيون. كاين اللي يقول لي هاد الموه علاش ما دخلتش هاد الموه هنايا، هاد الموه هادي علاش ما زدناش في هاد الكونستونت؟ حيت هادي كونستونت ما عرفتش القيمه ديالها. نقولوا لي بلي تالكول كونستونت تالك هاد سي ابارتي هنايا، فهمنا؟ هكاك يعني هادشي كيكاف ان بلي شنو؟ ها انت هنا عندنا الالان ديال ايكغاك، وحنا خصنا ايكغاك، يعني شنو هي الفونكسيون اللي تتحيد لنا الالان؟ هي الاكسبونسيال، يعني غندخلوا الاكسبونسيال الالان تولي عندنا هنا ايكغاك كتساوي لنا الاكسبونسيال ديال هادشي، هي الاكسبونسيال ديال هادشي، غنديروا الاكسبونسيال ديال موان اش دو اكس بلوس سي، ياك هاد سي كونستون. ركز معايا على القضية هادي، دابا الاكسبونسيال ديال ا بلوس بي هي الاكسبونسيال ديال ا مضروبة لنا في الاكسبونسيال ديال بي، يعني هي الاكسبونسيال ديال موان اش دو اكس فوا ليكسبونسيال ديال سي. هاد او هاد ليكسبونسيال راه هو اصلا عدد، حيت ما كاينش عندنا ليكسبونسيال ديال اكس ما فيهاش متغير، هادي راه بحال هي اصلا كاين عندنا عدد اس عدد، غير هو هاد العدد ما عارفينش القيمه ديالو، ياك؟ يعني بحال اللي عندنا هنايا راه ليكسبونسيال كنظن ملي كتساوي شي 2.73 ولا 71 بحال هكاك، يعني بحال اللي عندنا واحد العدد اس واحد العدد، شنو غيعطينا؟ غيعطينا واحد العدد واحد اخر، غير هو ذاك العدد راه انكوني، يعني غنديروا لهم عاوتاني واحد الكونسونت اللي هو انكوني، نقول لهم بلي ابارتينا ار، فهمنا؟ بحال واحد الكونسونت واحد اخر غينتج لنا على هادشي، ياك؟ يعني هادي مثلا غنسميها واحد كا، غنسميها كا، يعني هادشي كيف ان بلي شنو؟ بلي ايكغاك شحال كتساوي لنا؟ مثلا عندنا كا اخر بحال اللي غنديها هنايا راه الضرب تبادلي، يعني كا فوا ليكسبونسيال ديال موان اش دو اكس، تال كو هادي كا راه ابارتينا ار، ركز معايا على هاد ابارتينا ار، هكاك، تنحتاجوها في ليكواسيون. يعني حنا لقينا السوليسيون، لقينا السوليسيون اوموجين ديال هاد ليكواسيون او، ولكن ولا بطريقه واحده اخرى لقينا السوليسيون ديال هاد ليكواسيون هادي. علاش؟ حيت بعض المرات كما قلت لك هاد سي دو اكس من الاول كتجي كتساوي الزيرو، يعني بحال يعطيك هو نيشان هاد الحاله هادي، غتمشي تقلب لي على هاد السوليسيون هادي وغتحبس، غتمشي تقلب لي على هاد السوليسيون هادي وغتحبس صافي. واحد واحد الملاحظه، هاد اش دو اكس راه كتكون عندك انت، كتكون عندك انت، يعني دابا انا حيت كنهضر انا اون جينيرال، ولكن هاد الكونستونت راه ديما كيكون، ديما كيكون عندك هاد بحال هكا، ديما كيبقى عندك هاد بحال هكا، ما عرفوش، فهمنا؟
يعني هاد الانتغرال راه ضروري غتحسبو كما قلنا في الحاله الاولى، وخصك تعرف كيفاش تحسب لي زانتغرال باش تخدم هاد الحاله ديال لي زيكواسيون ديفيرونسيال، فهمنا؟ دابا حنا لقينا ليكواسيون اوموجين ديال هاد ليكواسيون، ولا بطريقه واحده اخرى ليكواسيون لا سوليسيون ديال هاد ليكواسيون هادي، ياك؟ يعني ان شنو نقولوا لي هنايا؟ نقولوا لي باللي هادي هي لا سوليسيون، لا سوليسيون دو ليكواسيون، ليكواسيون هوموجين دو او، حيت راك نركز عليها وكنعاود يعني انه مثلا الا كان عندك انت من الاول، الا كان عندك من الاول في التمرين ديالك معطي لك باللي انت تحل واحد المعادله اللي السي دو اكس ديالها في الاول تيكون تيساوي الزيرو، يعني انك غدير غير هاد لي زيتاب هادو، غتحسب غير انتغرال واحد وتخرج لك تخرج السوليسيون ديالك من الاول وصافي، وما غاديش عندك تقول لي لا سوليسيون هوموجين دو ليكواسيون او، غتقول لي هادي راه هي السوليسيون ديال هاد ليكواسيون هادي وغتسكت، تمام؟ يعني بحال ما كانش عندك انت او في الاول، هذه هي او جديده ديالك، هذه هي او اللي غتكون عندك في التمارين، المهم حنا ملي غنشوفوا هاد الحالات في التمارين وغنفهموا مزيان، تمام؟ دابا حنايا في الحاله اللي تيكون عندنا مثلا كما قلنا بي دو اكس كتخالفنا الزيرو هكاك، لقينا السوليسيون اوموجين ديال هذيك او، حنا غنسيبوزيو باللي حنا خدامين على هذه وكانت عندنا سي دو اكس كتخالفنا الزيرو هكاك، يعني انا شنو خصنا نديرو ملي لقينا السوليسيون اوموجين ديال هذيك الايكواسيون هذه، خصنا نقلبوا على السوليسيون ديال هذه الايكواسيون هذه، حنا دابا باقي ما لقيناش السوليسيون ديالها، خصنا عاد نقلبوا عليها. وهنايا ركز معايا مزيان، علاش؟ حيت كاينين بزاف ديال لي ميثود صراحه باش تخدم باش تخدم تجبد ليكواسيون تجبد السوليسيون، هاد السوليسيون هادي الاولى كلشي كيتفق فيها زعما تقريبا كاع الحالات راه كيجبدوا لك نفس السوليسيون نفس الحاجه كتجبد لك، ولكن ملي كنبغيو نجبدوا السوليسيون ديال هاد ليكواسيون الحقيقيه ما كنلقى ما كنلقاو بزاف ديال لي ميثود كيفاش تخدمهم، ياك؟ انا نحاول ندير الميثود اللي كنخدم بها انايا، وانت هي غتشوف لا ناسبتك وهذاك ما ناسبتكش، من الاحسن تقلب على شي وحده اخرى اللي راه كاينين بزاف، راه تنقول لك راه كاينين شي جوج ولا ثلاثه ديال لي سوليسيون كيفاش باش تجبد هاد السوليسيون ديال هاد ليكواسيون هادي، يعني انك دير ايفور تقلب على الميثود الاخرى وتخدم بها، تفهمنا؟ هكاك نديرو الميثود اللي قلت لك. انت دابا حنا لقينا هاد لا سوليسيون هادي، عقل عليها، عندنا ايغريك كتساوي لنا ك فوا ليكسبونونسيال ديال موان اش دو اكس هكاك، تيل كو ك ابارتينا هكاك. شنو غنقول لي دابا انايا؟ غنجي من موراها مباشره غنقول لي اون بوز، انت اون بوز ك ايغريك كتساوي لنا ك دو اكس، دابا انا هاديك ك غنردها فونكسيون ك دو اكس فوا ليكسبونونسيال ديال موان ديال موان اش دو اكس هكاك. ركز معايا هنايا، انت علاش درت لي كادو اكس بدلتها؟ حيت دابا حنايا في الاول هاد السوليسيون هادي اللي لقيناها راه ديال ملي سي دو اكس كتساوي لنا كنعوضينها بالزيرو، اما ملي غادي تكون عندنا سي دو اكس باقا في بلاصتها غنديروا هنايا باللي ايغريك كتساوي لنا كادو اكس فوا ليكسبونسيال ديال موان اش دو اكس، تيل كو ركز معايا مزيان، هاد كادو اكس راه هي اللي ماشي اللي ما عارفينهاش حنا، هادي هي لانكوني، اما هاد اش دو اكس راه انت عارفها، ركز معايا هاد القضيه مزيان، راه بلي هاد اش دو اكس راه ما كتكونش عندك غير اش دو اكس زعما غير سميه وحده حاطه نتايا بحالك بحال اللي درت انايا، انا راه كنخدم دابا اون جينيرال، ملي غنبغيو نخدمو في التمارين غتفهمني يعني تفهم كيفاش كنديرو هذيك اش دو اكس كيفاش نجبدوها، راه هي غير انتيغرال بحال اللي درنا في الاول، فهمنا؟ يعني انك خصك دير تحط لي هاد السوليسيون هادي، شنو غتقول لي؟ اون بوز هاد ايغريك هادي كتساوي لنا بحال هكا، هادي هي لا سوليسيون، انا تنقول لي لا سوليسيون دو ليكواسيون او، اللي هي اللي حطينا قبيله سميتها او ليكواسيون او، دابا ماشي ليكواسيون اوموجين ديال او، دابا ليكواسيون دو او، ليكواسيون اوموجين عطاتنا الكتابه كيفاش مكتوبه، حنا دابا غنمشيو نقلبوا على السوليسيون ديال ليكواسيون او، هادي كامله، يعني اننا غادي نمشيو نقلبوا على ليكواسيون هكاك السوليسيون ديال ليكواسيون، شنو غنقول؟ كما قلت لك دابا الا كانت عندنا واحد ايغريك هي السوليسيون ديال هاد ليكواسيون، كيفاش قلنا شنو قلنا في الاول؟ الا كانت عندنا باللي واحد ايغريك هي السوليسيون ديال هاد ليكواسيون هادي، يعني اننا مشينا حسبنا البريم ديالها وضربناها في ا دو اكس وشدينا هي وضربناها في بي دو اكس وجمعناهم مع بعضياتهم غنلقاو سي دو اكس، يعني انك تحققنا هاد الشروط، شنو خصنا نمشيو نديرو؟ شنو ناقصنا؟ دابا حنا لقينا ايغريك، يعني خصنا نمشيو نلقاو ايغريك بريم، غنقولو ليه اون، حيت الا كانت هذه بصح هي السوليسيون خصها تحقق لنا هذيك الشروط ضروري، يعني اننا باش نلقاو حنا باقي ما لقيناش هذيك كادو اكس، ولكن غير من هاد سميتو بحال هاد الشيء اللي كنعرفوا حنايا لهاد لا سوليسيون باللي هي خصها تحقق لنا الشروط غنمشيو نجبدوا هذيك كادو اكس، المهم هذه هي الفكره، يعني غنقول اون ايغريك بريم شحال تساوي لنا ايغريك بريم، هي الديريفي ديال هادشي، الديريفي ديال هادشي شنو هو؟ بحال عندنا اي فوا في دو تو بريم، شنو هي؟ هي او بريم فوا في بلوس في بريم فوا او، يعني هي ك بريم دو اكس فوا ليكسبونونسيال ديال موان اش دو اكس بلوس عندنا عاوتاني موان اش دو اكس بريم بحال اللي كنهبطوتي كامل كنديرو لي ديريفي لتحت ها هو بريم فوا ليكسبونونسيال ديال موان اش دو اكس فوا هاد كادو اكس اللي هي او كادو اكس
هكاك هاد مواش دو اكس بريم تعرف عارف شحال كتساوي. علاش؟ حيت قبيله كانت عندك شنو، تركز معايا مزيان، كانت عندك باللي موا الانتغرال ديال بي دو اكس او دو اكس كتساوي لك موا اش دو اكس بلس سي. انت اللي درتي الديريفي ديال هادشي كامل، شنو يعطيك؟ يعطيك الديريفي ديال هادشي بلس الديريفي ديال هادشي. الديريفي ديال هادشي هو الزيرو، يعني الديريفي ديال هادشي كيساوي لك الديريفي ديال هادشي كامل. حنا عارفين بلي الديريفي كتحيد لك كتشيل لك مع الانتغرال، يعني انه شنو كتبقى لك غير موا بي دو اكس ا دو اكس، هي الديريفي ديال موا اش دو اكس. فهمنا؟ انت دير الفرقه الواسطه غتفهم علاش كنهضر. يعني غنمشيو نعوضها بالقيمه ديال هنا، يعني هادشي شحال كيساوي؟ كيساوي لنا ك بريم دو اكس فوا ليكسبونونسييل ديال موا اش دو اكس موا بي دو اكس سور ا دو اكس هكاك، فوا ليكسبونونسييل ديال موا اش دو اكس فوا ك دو اكس. فهمنا؟ هاكا حنا لقينا دابا لقينا ايكغيك بريم. يعني غنمشيو نعوضها في ليكواسيون ديالنا، نعاود نذكر بليكواسيون ديالنا شنو هي. انت عندنا انت اولنا عندنا ا دو اكس فوا ايكغيك بريم بلس بي دو اكس فوا ايكغيك كتساوي لنا سي دو اكس. باش تكون ايكغيك اللي لقينا هنايا هي السوليسيون ديال هاد ليكواسيون هادي اللي هي او هاكاك، شنو خصو يكون عندنا؟ خصو يكون عندنا باللي ملي نعوضو هذيك ايغاك بهنا في هذه ليكواسيون هذه خصها تلقى نلقاو سي دو اكس هكاك. يعني نمشيو نعوضو هنايا شنو نلقاو؟ عندنا ا دو اكس فوا ايغاك بريم، يعني ا دو اكس فوا هادشي كامل حيت هذا هو ايغاك بريم. يعني نديرو ا دو اكس فوا ايغاك بريم اللي هي هنايا نحلو قوس، نديرو ك بريم دو اكس فوا ليكسبونونسييل ديال موا اش دو اكس موا بي دو اكس سور ا دو اكس فوا ليكسبونونسييل ديال موا اش دو اكس فوا ك دو اكس. نسدو القوس، دابا حنا سالينا ايغريك بريم، يعني غنمشيو لبي دو اي بلس بي دو اكس فوا ايغريك. شنو ايغريك؟ هي هادي، غنديرو كا دو اكس كا دو اكس فوا ليكسبونونسييل ديال موا اش دو اكس كتساوي لنا شحال؟ كتساوي لنا كونستونت. هاكاك ركز معايا مزيان، انت دابا هاد ا دو اكس غنشرو هنايا، يعني هادشي كيكافئ لنا بلي شنو. انت عندنا ا دو اكس فوا كا بريم دو اكس، ا دو اكس فوا كا بريم دو اكس فوا ليكسبونونسييل ديال موا اش دو اكس موان عندنا ا دو اكس فوا هادشي، يعني موان تشيلنا ا دو اكس مع ا دو اكس تبقى لنا غير بي دو اكس. بي دو اكس فوا ليكسبونونسييل ديال موان اش دو اكس فوا كا دو اكس هكاك. يعني عندنا عاوتاني بلوس بي دو اكس فوا ليكسبونونسييل ديال موان اش دو اكس فوا كا دو اكس. عاود كتبت غير هادي هنايا كتساوي لنا كونستون. انت شوف عندنا هنايا ا دو اكس فوا كا بريم دو اكس فوا ليكسبونونسييل ديال موا اش دو اكس، واش كاينه شي حاجه كتشبه لها؟ لا. عندنا موان بي دو اكس فوا ليكسبونونسييل ديال موا اش دو اكس فوا كا دو اكس، هنايا عندنا عاوتاني بلوس بي دو اكس فوا ليكسبونونسييل ديال موا اش دو اكس فوا كا دو اكس. يعني هادي كتشبه لهادي، انت شوفها مزيان، انت في هادي وهادي 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 في هادي وهادي وهادي يعني هنا هادي هادشي هادي مع هادي، يعني تبقى لنا غير هادي كتساوي لنا السي. هنايا السي دو اكس عفوا، هنايا السي دو اكس زعما فونكسيون، يعني هادشي كيكافئ لنا بلي شنو؟ بلي ا دو اكس فوا ك بريم دو اكس فوا ليكسبونونسييل ديال موا اش دو اكس كتساوي لنا سي دو اكس. واش انت يمكن لك تقول لي من هنايا وتنقز لهنا على حساب البروف ديالك باش نكونوا فاهمين؟ بغيتي تعوض لهنايا حيت بعض المرات كتكون الفونكسيون ديالك طويله، يعني انه مثلا هاد ا دو اكس كتكون طويله يلا تبقى تعوض فيها وتكتب فيها، ولكن المهم على حساب البروف ديالك شوف هو كيفاش يتعامل. ولكن الا كنتي مزروب في الامتحان ديرها، قول لي باللي عندنا ا دو اكس وقول لي اون ايغريك بريم، غير انت حسب لي ايغريك بريم شحال كتساوي ياك، وقول لي ايغريك شحال كتساوي وغاتمشي تحط لي اون هذه شحال كتساوي، يعني ادير لي كتكافئ، يعني غتخرج لك تستر في الاخر. وراه ديما غيكون عندك بحال هكا، غير هو اتونسيون راه غتكون عندك انت ا دو اكس تكون عندك كوني، والسي دو اكس تكون عندك كوني فونكسيون معروفه، و اش دو اكس تكون عندك فونكسيون كوني، يعني انك تكون حسبتيها في الاول ياك. وهاد كا بريم دو اكس راه هي اللي غندرو لها الانتغرال باش نلقاو كا دو اكس، حيت حنايا هاد الفونكس هاد السوليسيون شنو هي الحاجه اللي باقي ما معروفاش فيها؟ غانت معروف فيها اش دو اكس، اللي ما معروفاش فيها هي كا دو اكس. فهمنا؟ راه حنايا هادي امنا باللي هي راه السوليسيون ديال ليكواسيون، ولكن حنا ما عارفينش هادي كا دو اكس شحال كتساوي. فهمنا؟ يعني خصنا نقلبوا على هذيك كادو اكس شحال كتساوي هكاك، يعني خصنا نلقاو نخليو كا بريم دو اكس بوحدها هنايا باش نديرو الانتغرال ونلقاو كادو اكس هكاك. دابا انت فهمتيني، يعني شنو غنديرو؟ انت عندنا سي دو اكس هنا، غنقسمو كلشي على ا دو اكس، غنقسمو كلشي على ا دو اكس فوا ليكسبونونسييل ديال موا دو اكس. غير بغيت نبين لك واحد القضيه، انت كا بريم دو اكس كتساوي لنا ولا نديرو فوا ليكسبونونسييل ديال موا دو اكس كتساوي لنا سي دو اكس سيغ ا دو اكس. قسمت كلشي على ا دو اكس، انت قسمت هنا على ا دو اكس وهنا قسمت على ا دو اكس، يعني هادشي كيكافئ لنا بلي شنو؟ انت ركز معايا مزيان، عندنا انت ركز معايا مزيان، عندنا بلي شنو؟ ليكسبونونسييل ديال ليكسبونونسييل ديال يو
ولا كتساوي لنا 1 سور ليكسبونونسييل ديال موان يو. يعني عندنا ليكسبونونسييل ديال لا ولا نديرو بحال هكا، ليكسبونونسييل ديال موان يو كتساوي لنا 1 سور ليكسبونونسييل ديال يو، ليكسبونونسييل ديال موان يو كتساوي لنا 1 سور ليكسبونونسييل ديال يو. يعني هاد ليكسبونونسييل ديال موان اش دو اكس شحال كتساوي لنا؟ كتساوي لنا 1 سور ليكسبونونسييل ديال اش دو اكس. يعني هادي كيتكاملنا بلي كا بريم دو اكس فوا ليكسبون فوا 1 سور ليكسبونونسييل ديال اش دو اكس. بحال اش دو ليكسبونونسييل ديال اش دو اكس ولات عندنا في المقام، يعني كتساوي لنا سي دو اكس بطبيعه الحال، سي دو اكس سور ا دو اكس. هادشي كيكافئنا عاوتاني بلي شنو؟ بلي كا بريم دو اكس شحال كتساوي لنا؟ كتساوي لنا سي دو اكس، كتساوي لنا سي دو اكس سور ا دو اكس. وهادي هادي بحال اللي كاينه عندنا في المقام، دابا غنطلعوها للفوق، انا غنديو من تساوي لي غنخرجها هنا، نخرجها برا، يعني تولي عندنا هادي غنديو هنا تولي عندنا ليكسبونسيال ديال اش دو اكس. بحال اللي كانت عندك انت مثلا، كانت عندك مثلا مثلا دوزي مثلا كانت عندك اكس سور دو كتساوي لك ا مثلا، يعني اكس شحال كتساوي لنا؟ اكس كتساوي لنا دو فوا ان، هي هادشي اللي درت انا هنا فعلا. هكاك راه هي الطريقه ديالي اللي درت هنا، يعني انه دابا حنا عندنا كابريم دو اكس، يعني كا دو اكس شحال تساوي؟ اتونسيون عاوتاني كنعاود نركز، انت سي دو اكس و ا دو اكس وليكسبونسيال ديال اش دو اكس راه كتكون معروفين عندك شحال كيساويو. هاد اش دو اكس وليكسبونسيال ديال اش دو اكس وكلشي يكون عندك كلشي معروف، شو فهمنا؟ يعني انا كنت مع التمرين ديالك، انا دابا تنشرح اون جينيرال، يعني كا دو اكس شحال كتساوي لنا؟ كا دو اكس شحال كتساوي لنا؟ كا دو اكس هي الان تنديرو لانتيغال هنا ونديرو لانتيغال هنا، يعني كا دو اكس شحال كتساوي لنا؟ كتساوي لنا لانتيغال ديال سي دو اكس سيغ ا دو اكس فوا ليكسبونونسيال ديال اش دو اكس، ولكن اتونسيون انت سالينا هنايا لانتيغال سد لانتيغال بلوس كونستونت تيل كو هاديك كونستونت راه بارتينير. قلتي مثلا انت راه هاد كونستونت سميتيها في الاول بغيتي تبدل الكونستونت دبر راسك، المهم هاد راه كونستونت وصافي، فهمنا؟ يعني كا دو اكس كتساوي لنا هاد لانتيغال بلوس كونستونت ديال لانتيغاسيون، حيت ما عندناش هنا لي بون، راه ديما ما يكونش عندك لي بون اصلا. هاديك السوليسيون اللي هي السوليسيون ديال هاديك ليكواسيون اللي معطيه لك باش تقلب ليها على سوليسيون، هاديك اصلا انت خصك تخرجها بالكونستونت باش تبين باللي انت راه على حساب لي كونديسيون انيسيال ولا لي كونديسيون اللي عطيهم لك على هاديك السوليسيون غتكون عندك سوليسيون جديده، فهمنا؟ بما انه ما عطيكش سوليسيون، ما عطيكش سميتو، ما عطيكش شي كونديسيون على هذيك السوليسيون، يعني انك تعطي لا سوليسيون جينيرال يعني فيها كونستانت. مثلا عطاك عطاك كونديسيون على هذيك السوليسيون، مثلا قال لك باللي ايغريك بريم، ايغريك بريم دو زيرو كتساوي لنا مثلا زيرو، ايغريك بريم دو زيرو كتساوي زيرو، يعني غاتجي هنايا تقول لي باللي ايغريك بريم ديال زيرو كتساوي لنا كا دو زيرو فوا ليكسبونونسيال ديال اش دو زيرو مثلا، باش تلقى انت شحال غادي تساوي لك هذيك ايغريك دو زيرو. المهم على حساب، المهم على حساب التمرين ديالك. المهم هادشي كامل غنشوفو في التمارين اللي بغاو نخدمو. يعني دابا غنستنتجو بلي شنو؟ احنا لقينا بلي كادو اكس، يعني هادشي كنستنتجو بلي شنو؟ بلي ايغريك كتساوي لنا هاد كادو اكس، دابا انت لقيتيها، فوا ليكسبونونسيال ديال موان اش دو اكس. انت الفرق ما بين كادو اكس وهاد كادو اكس في الاول ما كانتش معروفه، ما كنتيش عارف شحال كتساوي هاد كادو اكس، دابا وليتي عارفه، يعني غتستنتج لي بصح راه بلي هاد ايغريك كتساوي لنا كادو اكس فوا ليكسبونونسيال ديال موان اش دو اكس سي لا سوليسيون سوليسيون دو ليكواسيون. اوكي يقدر يبان لك بلي هادشي طويل وفيه فيه الخدمه، لا علاش؟ حيت حنا دابا حنا بحال اللي حاولنا نتخيطيو الحالات اللي يقدروا يتحطوا لك، فهمتي؟ هادشي علاش يبان لك بلي هادشي طويل، اما راه هو راه تقدر تخدم انت مثلا ايكواسيون تخدمها في 5 دقائق ما تفوتهاش معاها، فاهم؟ ولا تخدم كاع تمرين ديال لي زيكواسيون ما تفوتش معاها 3 دقائق، ولكن خصك غير انت تولف كما قلنا، باش خصك في الاول راه تبدا هذيك الحاجه صعيبه، ولكن ملي كتولف في الخدمه راه كيولي عندك هذاك الشيء كله عادي، فاهم؟ يعني دابا صافي سالينا الدرس ديال ليكواسيون دو بروميير اورد، غنحاولوا دابا نعطيو تمارين، نحاولوا نعطيو تمارين باش في الفيديو اللي ما جينا ننصحوهم، غنعطيو تمارين ولا امثله على حسب شنو. غنعطيو امثله، انت عندنا ان ليكواسيون الاولى نديرو ايغريك بريم بلس 2 اكس فوا ايغريك كتساوي لنا اكس، هذه ليكواسيون الاولى. المهم الكيسيون شنو قال لك؟ قال لك ريزودغ les équations différentielles suivantes. Résoudre les équations différentielles. Voilà. الاولى هي هذه y بريم كتساوي بلس 2x فوا y كتساوي x. المهم حنا بشويه بشويه غنطلعو النيفو، يعني عندنا 2 اللي هي y بريم بلس
إكغاك كتساوي لنا إكس أو كاري. وكنعاود نقولها هو أنه هاد الشابيتر الثالث، خصوصا هاد الشابيتر الثالث، لما درتيش فيه مجهود راه ما غاديش يتفهم لك وما غاديش تعرف تخدم فيه، فهمني؟ يعني ماشي تشوف مثلا تبان لك القاعدة راهي سامبل وعادية راه تقدر تطبقها على أي حالة الآخر، راه لما خدمتيش فيها أمثلة راه ما غاديش تخدم في الامتحان ديالك. وخدها من عندي باش نكونوا فاهمين، تمام؟ يعني أنك ضروري خصك تخدم الأمثلة، ماشي بالضروري تخدم الأمثلة هادو، حاول تخدم تقلب على أمثلة واحدة أخرى تخدمهم، تمام؟ يعني عندنا y بريم بلس y كتساوي لنا x او كاري، يعني وعندنا عاوتاني الثالثه انت عندنا y بريم كتساوي لنا y بلس 1 سور x، ولا نقول لك بلي y بريم دو x باش نفهمك واحد القضيه، بلي y بريم راه حتى هادو نقدروا نديروا y بريم دو x، وهنا عندنا y دو x، وهنا عاوتاني نديروا y بريم دو x، وهنا عاوتاني نديروا y دو x، حيت هذيك y كتخرج لك اصلا اون فونكسيون دو x، فاهمنا؟ حيت هو الفاريابل ديال هاد اللي فهاد اللي خدامين به حنايا، فاهمنا؟ عندنا y بريم دو x كتساوي لنا y دو x، غير هو فهاد ليكواسيون ديالنا نحاول نعطيك شي كونديسيون، بلس 1 سور x، يعني تال كو y دو 1 كتساوي لنا 0 بور x. هذا هو المجال اللي عطاك، هو x سوبيريور ستريكتمون 0. علاش قال لك سوبيريور ستريكتمون 0؟ كيما شرحنا في الفيديو، انت بحال مثلا هنا عندك x في المقام، يعني انه ما خصهاش تكون كتساوي 0. هادشي علاش مثلا هو عطاك هنايا بلي x سوبيريور ستريكتمون 0 باش ما تلقاش مشاكل في الخدمه، تفهم؟ غنمشيو عاوتاني ليكواسيون 4، قال لك بلي عندنا 1 بلس اكس او اكس دو تو كاري فوا اي بريم و بلس اكس فوا اي. وبس زوين عاوتاني هاد سابيتر ملي كتكون خدام كتخدم المثال الاول المثال الثاني المثال الثالث، صافي كتولف كيولي عندك هادشي عادي، فهمتي؟ تقدر تخدم اي مثال تحط قدام، غير هو هادشي ما كيعنيش بلي انك ما تخدمش بزاف الامثله، حاول تعود على الخدمه فيه، بس اول حاجه تسرع الكتابه ديالك، او ثاني حاجه تشوف بزاف ديال الحالات، تفهمنا؟ بلس عندنا عاوتاني 5، عندنا y بريم بلس y كتساوي لنا 1 سور 1 بلس x الاكسبونسيال ديال x. هادي راه ديفينيسيون ايغ، ملي ما تعطيكش هو ما تعطيكش الانترفال لا تخدم عليه، خدم عادي انت، يعني راه ما يكون عندك حتى شي مشكل، خدم عادي. عندنا عاوتاني 6، عندنا 1 بلس x ياك فوا y بريم بلس y كتساوي لنا 1 بلس الالان ديال 1 بلس x. بحال اللي تقول دابا سادو اكس عطيتك فيها جوج ديال لي فونكسيون ماشي غير فونكسيون وحده، ولكن هذه راه هي عطاك باللي اي سيغ، انت هذه غادي تخدمها سيغ موان زان بلوس لانفيني، فهمنا؟ عندنا سات، عندنا اي بريم موان اكس فوا اي كتساوي لنا اكس او كاري سيغ زيرو بلوس لانفيني، هكاك. عندنا عاوتاني ويتش اللي هي y بريم موان 2x فوا y كتساوي لنا موان 2x موان 1 فوا y فوا ليكسبونسيال ديال x سور r. وواحد القضيه عاوتاني باش تفهمها هو انه راه هادو راه تخدمهم بنفس الميثود، راه الحاله الحاجه اللي كتبدل فيهم كاملين هو انه كل مره تيكون عندك انتغرال جديد، هادشي باش تبدل، اما راه هي نفس الخدمه ونفس الميثود كتخدمهم، تمام؟ خصوصا الا خدمتي بالميثود اللي عطيتك كنخدم بها انايا، فهمنا؟ يعني انك راه نفس الحاجه تتعاود لك، غير انك الانتغرال كل مره كيكون عندك فونكسيون جديده، يعني انك كل مره غيكون عندك انتغرال جديد، فهمنا؟ هكاك. يعني انه دابا هما الخمسه الاولين، انا عطيتك 8 ديال لي زيكواسيون، حاول دير معاهم مجهود، ماشي مشكل ما تعرفش ليهم، المشكل هو انك ما تبقاش عارف ليهم من مور ما نديرو الكوريجي، خصك دير مجهود باش تعرف المشاكل اللي عندك كما قلت لك. المهم هادو هما لي زيكواسيون الاخرانيين. المهم الدراري كان هذا هو الدرس ديال اليوم، ما تنساوش ديروا لايك وكومونت وتابوناو على القناه ما تابونيتوش، وبارطاجيو مع صحابكم اوماكس، بارطاجيو مع صحابكم اوماكس باش هما يستافدوا. يلا الدراري تهلاو ليا فراسكم.